انا كعبد الرحمن لما احب انهي علاقه مع اي حد بعمل حاجه واحده بس، بقفل التليفون، بعمل بلوك. نخرج من الموضوع بالشياكه يعني، ونبقى اصحاب بعد انهاء العلاقه يعني. بتقطعه وما تتكلمش معاه، ولا بتدير معاه حديث، ولا تدير معاه حوار. لو صاحب ما ردش عليه في الموبايلات، سيبه مره اتنين تلاته، شكرا خلاص. مش هرد عليها لو هي يعني جوازه او حاجه، لو جوازه لا طبعا، لو خطوبه مش هرد عليها وابتدي ان انا يعني اقرها فيها واسيبها. انا مش هسكت واقطعه مره واحده، لا انا هكلمه واعاتبه واعرفه غلطه، ممكن يكون ما يقصدش، وغالبا وكتير بتحصل كده، وانا بغلط وكله بيغلط. هنبه عليه ان الحاجه دي بتألمني او بتجرحني، فما تتكررش، اتكررت مره ثانيه زي كلنا بنقول، اديتك فرصتك ثلاث مرات فتبقى خلاص انتهت. خصوصا لو الفعل ده شيء مؤذي ليا لحياتي او لاسرتي او حاجه. اكيد لو يستاهل المعاتبه بعاتبه، ما بيستاهلش المعاتبه بنهي العلاقه بيه. بقول له انت ما ينفعش تكون صاحب. والله انا في اوقات بجامله عشان انا بحبه. والمحبه دي بتبقى سبب حاجات كتيره جدا، بتخسرنا حاجات كتير، بس مش مشكله عشان احنا بنحب بعضنا فبستثنى حاجات كتير. لو في لبس اجاملها اقول لها حلو بس في حاجه اشيك كده يعني، ما بحبش اجرح اللي قدامي بالكلام. حتى دي تخش تحت بند جبر الخواطر طبعا تجامله. ممكن احيانا عشان ما اخسروش، بس ممكن انها جامله طبيعي. ما هو لو ما فيش مجاملات الناس تقف معاك عشان ايه؟ لو ما فيش مجاملات الناس مش تقف معاك فعلا. ما تجاملش حد وما تجيش على نفسك علشان حد، لان ما فيش حد يستاهل. ما فيش مشاكل انت تبقى بتجامل حد، الكلمه الطيبه صدقه، بس لو هيجي على كرامتي او حد حاجه دي بتقلل من قيمتي لا طبعا، هيبقى صعب. اجامل حد عشان ما اخسروش؟ لو حاجه خفيفه ماشي، لان انا ما بحبش النفاق يعني. لو حاجه خفيفه ماشي، لان اصلا في مجاملات بتبقى مبالغ فيها بتضل صاحبها يعني. في الموضوع ده ما بحبش اجامل حد، انا يعني الوحش بقول له انت وحش، الحلو بقول له انت حلو. طبعا تحصل كتير يعني، انا راجل بشتغل في سوق يعني في البورصه، وبعتبر بختلف بس في وجهات النظر في الشغل مش في حاجات شخصيه. لا مش عارفه بصراحه، ما فكرتش، بس اكيد هختلف معاهم في حاجات يعني، ممكن المواعيد. انا في الاختلاف على طول ما بيننا علشان نوصل لاعلى مستوى واعلى نتيجه. هو الاختلاف سنه الحياه يعني، والاختلاف في وجهات النظر، او زي ما بيقولوا يعني اختلاف في الراي اللي يفسد للود قضيه. ممكن اختلف مع مدير لو هو مثلا طالب مني حاجات يعني مش صح في الشغل وهتضرني انا في الشغل، او هتضر الشغل ذات نفسه. امتى اختلف معاه؟ لما يضغط عليا بصراحه كتير، انا بكون تعبان فبختلف معاه، بقول له مش هقدر اعمل ده وكده، ده في اختصادهم ساعات في المساله دي، انما هو متفاهم بصراحه. اختلف معاه لو انا شايف نظريه من وجهه نظر ان هي صح، هو شايفها من منظور تاني، فبرضه بحاول ان انا مثلا بقرب له المسافات وبقول له دي مثلا كويسه، دي هتنفع الشركه او الكيان او بحاول اقنعه.